وبالنسبة لسعيد الدين المباراة ديال العصبة الأبطال مع فريق الشباب الثورة، فكما كيعرف الجميع فالسعدادات شوية بوحديتها يعني ماشي بحال جميع المقابلات، يعني كما كنعرفوا هذا الشوط الأول غنخوضوه في الجزائر، خصنا كما كنقولوا خصنا نرجعوا بأقل الأضرار، يعني خصنا ضروري نحققوا واحد النتيجة اللي هي إيجابية، عارفين أن الخصم ماشي سهل، والفرق القوية اللي كتلعب مقابلة في الميدان ديالها كتقدم مردود في المستوى. كنتمناو اننا كما قلت اننا نرجعوا باقل اضرار ونرجعوا بواحد النتيجه اللي تخول لينا اننا ناخذوا المقابله ديال العوده بواحد الاريحيه. جميع اللاعبين الحمد لله مستعدين انهم يقدموا واحد المردود اللي هو كبير، لاننا حنا عارفين راسنا حنا في واحد المرحله تاريخيه، مدينه طنجه كتعيش واحد فتره كما كنقولوا فتره زاهيه، يعني حنايا كنا متشوقين ان الفريق ديالنا يوم من الايام انه يلعب مسابقه كبيره في حال هذه مسابقه ديال عصبه الابطال. الحمد لله تاتت لينا وكنتمنى اننا ما نطلقوش يدنا. كنتمنى من الجماهير ديالنا حتى هي حنا عارفينها ما جات تحضر في هذه المقابله هذه، كنتمنى لهم اول حاجه طريقه السلامه انهم المجيء ديال من الجزائر، وكنتمنى اننا ما نخيبوهمش، حنا عارفين القلوب ديال طنجة كامله معنا باش اننا نحققوا في هذه المقابله نحققوا الاهم. كره القدم تتلعب على جزئيات بسيطه، نكونوا حاضرين، نكونوا جاهزين في الكرات الثابته، نكونوا جاهزين في الهجمات نتاعهم. شفناها من الفكره بسيطه، لكن باش تكتشفوا الملعب والمنافس على ارضيه الميدان. ان شاء الله نكونوا حاضرين باش نعطيوا افضل ما عندنا ان شاء الله. في بعض الناس قالت مقابلتنا نتاع تشاد كانت سهله، لكن المقابله ما كانتش سهله وبينت بالكشف اللي ما كانتش سهله، وعندنا اللاعبين اللي ونشوفوا الشنتوف الاصابات والكدمات اللي صاروا له، نشوفوا اسامه بالكدمات اللي صاروا له، نشوفوا ايوب الخالقي، معناها الكثير من اللاعبين اللي عطاوا كانوا رجال في وسط الملعب. نحب نقول المقابله تتلعب بكره القدم تتلعب مهما كانت الظروف اللي في وسط الملعب، لازم تكون جاهز انت باش تقاتل وباش تدافع على اللون نتاع النادي نتاعك مهما كانت الظروف، البرد، الملعب، الكره، الحكم، الريح، الكل مداخلين في كره قدم وعادي جدا، لكن احنا لازم نتغلب على الظروف ولازم نجتهد باش نعطي افضل ما عندنا. الظروف ديال السفر ديالنا هذه غيكون ان شاء الله موفق، نظرا بدل سبقونا جوج اخوان اللي معنا في الاداره ديال اتحاد طنجه، اللي مشاو يشوفوا الفندق كيفاش عامل واتصلوا بينا، فندق ممتاز. عاوتاني فيما يخص السفر خدينا الطائره خاصه، هذه مهمه بزاف باش تخلي اللاعبين بالراحه ديالهم. حقاش لكنا مشينا في الطائره اللي هي العاديه كنا غنتكرفصوا، كنا غادي نمشيو للعاصمه وغنبقى واحد 12 ساعه في المطار عاد ننتقلوا بالشط. اليوم الرحله ان شاء الله اللي كتستغل واحد ساعة و 45 دقيقة راه مهمة بالنسبة لنا، وإن شاء الله باش تكون الظروف مواتية للاعبين، تكون في واحد الأريحية ديالهم باش إن شاء الله يحققوا شي نتيجة.